هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة ضمن إدارة العمليات العسكرية يعني استمرت في اشتباكها في ريف المدينة ووصلت إلى مدينة السلمية بريف حماس، ووصولها إلى هناك باتت تبعد عن مركز مدينة حمص 48 كيلو متر فقط. الإشكالات لا تزال مستمرة في ريف مع يعني في تحليق للطائرات الحربية، لا تزال الطائرات الحربية تحلق في سماء المدينة. قبل قليل كنا هنا في مدينة حماس حلقت طائرة. محمد ممكن تغير مكانك يعني مكان وقوفك، غيره قليلا، غير اتجاهك قليلا حتى نسمعك. تفضل محمد. ألو. نعم نعم، كنت أتحدث على أن لا تزال في أكثر من محور حماس.